قتل اليوم عضو المجلس الشعبي البلدي بعين البيضاء في ولاية أم البواقي المدعو منصوري العيد أحمد بعد تعرضه لاعتداء من قبل شاب بضربة على رأسه بواسطة كتلة إسمنتية. محمد كانون يفصل في الموضوع. للأسف الشديد تلقينا نبأ وفاة أخينا المناضل في حركة النهضة ومنتخب عن الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء في المجلس الشعبي البلدي. هو مكلف بالجانب التقني في يعني في اللجنه التقنيه. للاسف الشديد تعرض لجريمه جريمه قتل هذا الصبي في مكتبه في مكان عمله من طرف احد الشباب اللي يقال عنهم انه من الشباب المتمردين يعني اللي عنده سوابق ربما من قبل الحزب. لابد أن يكون لنا موقف في حول الله. احنا غدا يكون لنا اجتماع يخص هذا الموضوع بالذات باه نخرجوا أكيد راح نخرجوا برأي في هذا المجال.